أعزائنا المشاهدين، بمناسبة العيد 32 لتأسيس محطة تيليلونيير، والذكرى 21 لتأسيس فضائية نورسات، وذكرى إطلاق مجموعة فضائياتها، وتزامناً مع الاحتفالات بعيد العنصرة والعيد 10 لتكريس لبنان والشرق إلى قلب مريم الطاهر، يتقدم مكتب فضائية نورسات في الأراضي المقدسة الأردن وفلسطين ممثلاً بمديرته الدكتورة باسمة السمعان وفريق العمل بخالص التهنئة وصادق التبريك، سائلين الله القدير أن تعاد هذه الذكرى وقد تحقق السلام في ربوع الوطن العربي والعالم أجمع، مع تمنياتنا لكافة العاملين في هذه القنوات دوام التقدم والتوفيق. والبداية مع العناوين: جلالة الملك يعزي أسرة شيرين أبو عقل ويدين الجريمة بحقها. المطران جمال خضر يتسلم مهامه الروحية والقانونية نائبا بطريركيا للاتين في الأردن. رعية اللاتين تحتفل بتدشين كنيسة القديس بولس الرسول في جبيها. الأردنيون يحيون الأربعاء المقبل الذكرى 76 لعيد استقلالهم. وفيها أيضاً الدينونة الأبدية، معانيها وأبعادها عنوان حلقة جديدة من برنامج صباحكم نور. أهلاً بكم. في إطار تعليمه المسيحي الأسبوعي، رحب قداسة البابا فرانسيس في مقابلته العامة بالمؤمنين القادمين من كل أرجاء العالم والناطقين باللغة العربية، وتحدث في مقابلته التي ألقاها في ساحة القديس بولس بالفاتيكان فقال: أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية الحاضرين هنا أن يعبروا لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير وشكرهم البنوي، ويرفقونها بصلواتهم الدائمة إلى الله من أجل قداستكم وخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح الأب الأقدس جميع الحاضرين البركة الرسولية ويشمل بها جميع أحبائكم وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثا والمسنين والمرضى والمتألمين بآلام شديدة، وسيبارك كذلك المسابح والأشياء التقوية التي يحملها معه كل واحد منكم. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. تكلم قداسة البابا اليوم على أيوب البار في موضوع امتحان الإيمان وانتظار وعد الله، وقال: كان أيوب شاهداً على الإيمان بالله عندما امتحنه الشيطان، لم يقبل من أصدقائه صورة الله المضطهد والظالم، بل احتج في وجه الشر إلى أن أجابه الله وكشف له عن وجهه وأظهر له مجده بحنان وأنصفه. لذلك مدح الله أيوب لفهمه سر حنانه المختفي وراء صمته، ووبخ الله أصدقاء أيوب الذين افترضوا أنهم يعرفون كل شيء عن الله والألم. ومن أجل إيمان أيوب أعاد الله إليه كل ما خسره وباركه. وقال قداسته: سفر أيوب يمثل بطريقة مأساوية ما يحدث بالفعل في الحياة عندما تنزل محن شديدة جدا بشخص أو عائلة أو شعب لا تتناسب مع صغر الإنسان وضعفه، وعندما يغرق البعض في شرور ومآس تبدو مبالغاً فيها وظالمة. أمام هذا الواقع يحق للإنسان أن يحتج على سر الشر، فهو حق منحه الله لنا. واختتم قداسته التعليم وقال: المسنون الذين يتبنون شهادة أيوب التي تبدل الاستياء من الخسارة إلى انتظار لوعد الله، هم ذخر لا غنى عنه للجماعة في مواجهة تجاوزات الشر. فالكثير منهم يضمون صلاتهم في الصعوبات مثل مريم مع صلاة يسوع الذي سلم نفسه للآب على الصليب. قدم جلالة الملك عبد الله الثاني التعازي بوفاة الصحفية شيرين أبو عقلة خلال اتصال هاتفي مع أنطون أبو عقلة شقيق الفقيدة،
وأعرب جلالته عن خالص التعازي لذويها ولزملائها الصحفيين والإعلاميين بهذا المصاب الأليم، مستنكرا جريمة اغتيالها التي تعد خرقا للقانون الإنساني والأعراف الدولية. هذا وأقيمت صلاة الجناز عن روح الشهيدة شيرين في كنيسة الروم الكاثوليك في القدس قبل تشييعها إلى مثواها الأخير في مقبرة صهيون التابعة لدير الروم الأرثوذكس في البلدة القديمة، حيث دقت جميع كنائس القدس أجراسها في وقت واحد تكريما للصحفية الشهيدة، كما أقيمت في العديد من الكنائس الأردنية قداديس وصلوات نياحة عن راحة شيرين أبو عقلة. وقد تضرع كهنة الرعاية والمؤمنون لله العلي القدير أن يتغمد روح الفقيدة مساكن الصديقين والأبرار. مندوبا عن جلالة الملك عبد الله الثاني، حضر رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف العيسوي القداس الحبري الأول لسيادة المطران جمال خضر النائب البطريركي للاتين في الأردن، وذلك في كنيسة الراعي الصالح بمركز سيدة السلام طريق المطار، وسط جمع حاشد من رؤساء الكنائس في الأردن وكهنة الرعاية والمؤمنين من مختلف مناطق المملكة. تفاصيل أوفى في التقرير التالي. وسط أجواء احتفالية حاشدة تجمع مئات المؤمنين في كنيسة الراعي الصالح بسيدة السلام طريق المطار للاحتفال بالأسقف المساعد المطران جمال خضر الذي وصل الأردن لاستلام مهامه الأسقفية كنائب بطريركي جديد للبطريركية اللاتينية في الأردن. وخلال القداس الحبري الأول الذي ترأسه المطران جمال خضر في ذات الكنيسة من بعد سيامته الأسقفية في مدينة بيت لحم، ألقى معالي رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف العيسوي مندوبا عن جلالة الملك عبد الله الثاني كلمة استهلها بنقل تحيات الملك للمطران خضر، وعبر العيسوي عن اعتزاز جلالته بجميع الحضور مقدما التهنئة للمطران خضر لمناسبة تنصيبه مطرانا ونائبا بطريركيا للاتين في الأردن، متمنيا له ولمن يخدمون معه التوفيق في خدمة الكنيسة والوطن. وقال: يسعدني ويشرفني حضوري معكم هذا اليوم مندوبا عن مولاي صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه. في حفل تنصيم البطران والنائب البطريركي اللاتين في الأردن، ويشرفني أن أنقل لكم تحيات مولاي صاحب الجلالة حفظه الله واعتزازه بكم جميعا، وأبارك لسيادة المطران جمال خضر تنصيبكم مطرانا ونائبا بطريركا للاتين في الأردن، متمنيا لكم ولمن يخدمون معكم التوفيق في خدمة رعيتكم ووطنكم الأردن. وأحب أن أؤكد هنا على ما نسمعه دائماً من توصيات جلالة الملك المعظم بخصوص أهمية الحفاظ على وحدة الكنائس وتعاونها مع بعضها البعض في مواجهة التحديات، وكذلك أهمية تواصل وتكاتف الكنائس مع أوقاف القدس الإسلامية من أجل المحافظة على وصايا وعهد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه التي حفظت السلام والعيش الإسلامي المسيحي في أرضنا المقدسة منذ 1400 عام. وبحمد لله نفتخر في الأردن أن الملوك الهاشميين قد جعلوا من وطننا الحبيب نموذجاً يحتذى به في الحفاظ على النسيج الاجتماعي الإسلامي والمسيحي المشترك فيما يعزز أواصر المودة ومعاني المواطنة الصالحة، حتى أصبح القاسي والداني يشيد بإسهامات المسيحيين في الأردن في كل المجالات، مما جعل المملكة الأردنية الهاشمية باستمرار ملاذاً آمناً وملجأ لمسيحي الشرق الذين جارت عليهم الظروف الصعبة في وقت الحروب والشدائد. وفي الختام أدعو الله عز وجل أن يبقى الأردن واحد أمن وأمان وسلام في ظل مولاي صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه.
وخلال الاحتفال رحب الأب حنا كلداني بمندوب جلالة الملك وبغبطة البطريرك بيتسابيلا وأصحاب السياد المطارنة والأباء الكهنة والراهبات والحضور الكريم من النواب والشخصيات الرسمية والمؤمنين، رافعا الصلاة لكي يهب الرب النعمة والحكمة للأسقف جمال خضر في رسالته الجديدة ومسؤولياته الروحية والكنسية والرعوية. ونحن جميعا هنا نبادلكم الحب، فليشهد سوسن وزيتون، ونحن بكم فرحون ومعكم ماضون، وبنعمة الله وبركته نلتف حولكم كالسوار حول المعصم، وكالرسل والشعب حول المسيح على نهر الأردن، ومثل الاثني عشر حول المسيح في عشائه المقدس. أكرر وأؤكد الترحيب والفرح بكم بكلمات نشمية أردنية هي كر العلامات، وقد صفت كلماتها صفا كفسيفساء مادبة زغريتا فرح وحبور، معبرة بكل بساطة وصدق عن مشاعرنا جميعا فكتبت: ومن أرض القداسة مهد المسيح ودرب الألام وفرح القيامة تتصاعد الصلوات والتضرعات والتبريكات لتتعانق مع صلوات المؤمنين في أرض المعمدان ونهر الأردن، في جبل نيبو وتلمار الياس، من ناصرة البشارة تتصاعد نسمات البشرى السارة وتتلاقى مع ترنيم السلام الملائكي في لورد ناعور وسيدة الجبل في عنجرة الأردنية. تقول كارول، وهو صوتكم جميعا: نصلي من أجل أن يهبه الله القدير النعمة والحكمة في رسالته الجديدة ومسؤولياته الجسام الروحية والكنسية والرعوية. نصلي من أجله كي يكون دوماً تحت رعاية الأم البتول أم الكهنة، فتغدو ملجأه الأمين في خضم هذه الحياة، ولا سيما وقد نال الرسام المقدسة في شهرها المريمي المكرم. دمتم وبوركتم وعفيتم ولسنين عديدة، وبارك يا سيد. وبعد تلاوة الإنجيل المقدس تحدث النائب البطريرك المطران جمال خضر دعيبس وخاطب الحضور معبرا عن قدسية الحدث وخصوصيته بالنسبة له، مشيرا إلى أن كنيسة الأردن هي كنيسته ويخدمها بكل فرح وسرور، داعيا سيادته المؤمنين إلى الصلاة من أجله ومن أجل رسالته في خدمة الرعية. لنتابع المسيرة هنا في هذا الجزء من البطريركية في المملكة الأردنية الهاشمية، نتابع المسيرة التي بدأها أساقفة ونواب بطريركيون سبقونا، واستمرار لهذه الرسالة. شكرا سيدنا ويليام على حضورك وعلى عملك. ولنجعل مجد الله وخلاص النفوس نصب أعيننا. إخوة المؤمنين، عادة تطلبون الصلاة من الكهنة ومن أسقفكم، اليوم أنا أطلب صلاتكم من أجلي للقيام بهذه الرسالة التي أوكلها الله إلي، ولكي نسير معا لما فيه خير الكنيسة والوطن. أذكركم جميعا أنكم مواطنون أصيلون في هذا البلد العزيز، يجمعنا الوطن الواحد والعلم الواحد والقيادة الهاشمية الواحدة. مع هذه البداية الجديدة للرسالة التي أوكلتها إلي الكنيسة، فأني أتوجه إلى الله طالباً نعمته وعونه، لأنه بدونه لا نستطيع أن نعمل شيئاً، ولأن به يبدأ كل عمل صالح وفي يده حياتنا.
فكل شيء منه وبه وإليه له المجد أبد الدهور. شكر لجميع الحاضرين هنا، شكر لمجموعة الكشاف، شكرا لفرقة العلي للترتيل الرائعين في أصواتكم، شكرا لكل من ساهم. الشمامسة اعذروني إذا نسيت أحدا، لكن شكرا لكم جميعا. واسمحوا لي أن أختم بكلمات القديس بولس: فليعدنا الناس خدما للمسيح ووكلاء أسرار الله، وما يطلب آخر الأمر من الوكلاء أن يكون كل منهم أمينا. أما أنا فأقل ما عندي أن تدينوني أو أن تدينني محكمة بشرية، وأنا لا أدين نفسي، فديني هو الرب. أمين. وفي ختام القداس الذي أحيته جوقة قلب يسوع الأقدس بقيادة المرنم فارس عباسي والفرق الكشفية والشبيبة، وشارك به السادة الأساقفة والآباء الكهنة ممثلو الكنائس المسيحية في المملكة ووزيرة الثقافة هيفاء النجار وعدد من النواب والشخصيات الرسمية والدينية والدبلوماسية والرهبان والراهبات وجموع غفيرة من مختلف الرعايا. تقبل المطران خضر التهاني من الحضور، كما قدم المطران خريستوفورس عطلة مطران الأردن للروم الأرثوذكس هدية تذكارية تمثل أيقونة العذراء. وكان موكب المطران جمال خضر قد وصل إلى دار النيابة البطريركية في عمان قادما من القدس، رافقه الرئيس الأعلى لجمعية فرسان القبر المقدس الكاردينال فرناندو فيلوني وغبطة بطريرك القدس للاتين بيير باتيستا بتسابيلا. ولدى وصوله إلى جسر الملك حسين كان باستقباله عدد من كهنة البطريركية اللاتينية، لينطلق من بعدها الموكب إلى كنيسة العذراء الناصرية في الصويفية، حيث جرى له استقبال حاشد من قبل أبناء الرعية اللاتينية. على صعيد متصل، ترأس سيادة المطران جمال خضر قداسا احتفاليا في كنيسة العذراء الناصرية في الصويفية، وذلك بمناسبة تعيينه نائبا بطريركيا لكنيسة اللاتين في الأردن. حضر القداس عدد من الآباء الكهنة والشمامسة وجمع كبير من أبناء الرعية. وبعد أن رحب الأب أنطوني هريمات راعي الكنيسة بالحضور، خاطب سيادته قائلا: لقد اختارك الرب سيادة المطران منذ ولادتك لتقود كنيسة المسيح وتكمل مسيرته ودعوته لنا في الخدمة والحب والعطاء. وقد تم اختياركم لتكملوا نفس المسيرة، مسيرة الحب والعطاء، مسيرة الخدمة وبذل الذات. تم اختياركم لمنصب أسمى وأعلى لتقود كنيسة المسيح للمسيح بصلاتكم وحكمتكم وإصغائكم لجميع أطراف القطيع البعيد قبل القريب. ولأنكم على مستوى ارتفاع هذا الصليب، فقد اختاركم الله من علو، فقبل أن يحبل بك في البطن يقول الكتاب المقدس: عرفتك أحببتك واخترتك لتكون القدوة والمثال الأعلى والأسقف والكاهن والأخ والصديق والرفيق لكل تائه في الطريق. هنيئاً لكم سيدي، وصلاتنا تصحبكم، فالصليب هدية المسيح لكل تلميذ حقيقي تنتظركم بعبئه وحجمه وثقله الجديد. وحال صوت الفادي يقول لكم: يا بني أتحبني أكثر من هؤلاء الرعى خرافي؟ وفي عظة القداس ركز المطران جمال على المحبة التي أوصانا بها السيد المسيح، مشيرا إلى أن المحبة ليست فردية، إنما تقود أيضا إلى محبة الآخرين من غير مقابل. وفي الختام شكر الأب هريمات المطران دعيبس على ترأسه للقداس، طالبا من الجميع تقديم التهنئة لسيادته في ساحة الكنيسة.
نعمل لما فيه خير خير هذا الوطن ولما فيه خير الكنيسة. نطلب من الله أن يقوينا وخاصة أن يذكرنا أن ما نعمله هو لمجده الأعظم، لمجد الله، ويتمجد الله في أبنائه، يتمجد في الكنيسة الحية، يتمجد في محبتنا واهتمامنا ببعضنا البعض. هذا ما يطلبه الله منا، وهذا ما إن شاء الله سنعمل عليه بالاشتراك مع كافة المؤمنين وخاصة مع كافة الكهنة. على صعيد آخر، أمت قاعة كنيسة العذراء الناصرية في الصويفية وفود يمثلون رؤساء الكنائس في المملكة وشخصيات رسمية وبرلمانية ومجالس الرعاية من كافة مدارس المملكة ومن مختلف المؤسسات الكنسية والرعوية من الشبيبات والكشاف، وذلك لتهنئة المطران جمال خضر دعيبس النائب البطريركي لكنيسة اللاتين في الأردن بمناسبة سيامته أسقفاً مساعداً في البطريركية اللاتينية. وقد أعربت هذه الوفود عن صادق تمنياتها لسيادته بالتوفيق لخدمة الكنيسة والرعية. باسمي وباسم أعضاء الهيئة العامة من بارك للأسقف والنائب البطريركي الجديد في الأردن سيادة المطران جمال خضر دعيبس بنحكي له ألف مبروك سيدنا، والله يقويك ويكون معك في هاي الخدمة. بنقدم التهاني والتبريكات لسيادة المطران جمال خضر بمناسبة تعيينه أسقف في عمان في الأردن، ونصلي ونرفع صلاتنا لله الآب باسم ابنه يسوع المسيح وبقوة روح القدوس حتى تكون خدمته كلها مليئة بالبركة والنعم، ونحن نستفيد في المسيرة الروحية اللي ماشيين فيها في رعيتنا وفي أبرشيتنا. نعمة كبيرة لكنيسة الأردن هاي الرسالة الأسقفية اللي شاركنا فيها برضو الأسبوع الماضي، كنا ببيت لحم. الأمانة والشباب بحماسهم وبشعار هاي السنة انهض واشهد، كان لنا دور بالتنظيم بالاستقبال بالقداس الحبري الأول اللي أقامه سيدنا بمركز سيدة السلام. اليوم نرفع التهاني لسيدنا جمال على تعيينه أسقفاً ونائباً بطريركياً للأردن. نحكي لك يا سيدنا ألف ألف مبروك، والله يحميك والله يبارك خدمتك. حبينا اليوم نكون موجودين هون لحتى نبارك لسيادة المطران جمال خضر لتعيينه كمطران للاتين في الأردن، فألف مبروك سيدنا. نقدم التهاني لسيادة المطران جمال دعيبس، ونتمنى أنه خدمته في الأردن تكون خدمة مثمرة تعطي ثمار الروح القدس، ثمار الحكمة وقيادة الكنيسة إلى كل ما فيه خير وكل ما فيه نعمة لحياتنا ولمسيرتنا، وخاصة نحن في مدارسنا منقدم شركتنا ومن إيدنا حتى نعمل معا يد بيد حتى نخدم كنيستنا ونخدم مجتمعنا ووطننا الأردن. نتمنى لسيدنا التوفيق، ونتمنى له ببركة ربنا القوة والنعمة ومواهب الروح القدس تكون معه، و نشكر كل اللي شاركونا في هاي المناسبة الحلوة إن كان بالقداس الاحتفالي أو بالاستقبال أو اليوم في تقديم التهاني، وشكرا لنورسات اللي رافقتنا في كل هاي الفترة كمان. وليبارككم الله القادر على كل شيء، الآب والابن والروح القدس. اذهبوا بسلام وفرح المسيح. ترأس الكاردينال فرناندو فيلوني رئيس جمعية فرسان القبر المقدس في ألمانيا قداسة ساتشيني كنيسة القديس بولس الرسول اللاتين في منطقة جبيها بالعاصمة عمان بحضور غبطة البطريرك بيرباتيسا باتسابالا وجمع من الأباء الكهنة وشخصيات رسمية ودينية وحشد كبير من المؤمنين. إلى التفاصيل. في عرس كنسي بهيج تم تدشين كنيسة القديس بولس الرسول في جبيها بالعاصمة عمان
بحضور غبطة البطريرك بيربت استبت سبالة بطريرك القدس للاتين والنائب البطريركي للاتين في الأردن المطران جمال خضر وعدد من كهنة البطريركية اللاتينية في الأراضي المقدسة وجمع كبير من أبناء الرعية. وتضمن حفل التدشين إقامة قداس إلهي ترأسه نيافة الكاردينال فرناندو فيلوني مندوب قداسة البابا فرانسيس رئيس جمعية فرسان القبر المقدس، والذي أشار في كلمة مترجمة إلى أن جمعية القبر المقدس قدرت حاجة العائلات التي تقطنج بها بأن تكون لهم كنيسة تعمل على خدمتهم، فقامت الجمعية بتقديم الدعم اللازم. كما شكر الأب سامر مدانات راعي الكنيسة وقدم له حلة القداس كهدية من الجمعية، وشكر الآباء الذين سبقوه في الخدمة وكل الشخصيات المتبرعة التي ساعدت بإنشاء هذه الكنيسة وإتمام عملها وبنائها. الواقع أنا خلال هاي الفترة اللي كنت موجود فيها مع المؤمنين في رعية جبيها مربولوس الرسول، شعرت ولمست قديش تعبوا قديش جاهدوا حتى يكون عندهم كنيسة. شو يعني هذا الكلام؟ كنيسة يعني بيت الله، سكن الله فيما بينهم. وأول ما إجاهم كاهن شعروا بقرب الله معهم، لأنه شمال عمان هي تقريبا أبعد منطقة في عمان، قريبة جدا للشمال أكثر مما هي قريبة نوعا ما لجنوب عمان. يعني إحنا بدنا تقريبا من 30 إلى 45 دقيقة حتى نوصل من شمال عمان إلى جنوب عمان، فهي مسافة كبيرة. لذلك شعروا بقرب الله معهم لما إجاهم كاهن يزورهم يصلي في بيوتهم، ولكن في الفرق اليوم بيشعروا بسكن الله معهم. الكنيسة موجودة، لما بدنا نيجي نصلي بنصلي، لما بدنا نطلب من الله بنطلب، موجودين والباب دائما مفتوح لاستقبالهم. هذا هو الفرق. الفرق انه الفترة الاولى اللي كانوا المؤمنين يجاهدوا فيها حتى يكون عندهم كنيسة كان وقت الزرع، كان وقت التعب اللي نزرع كلمة الله، نربط الناس بربنا. ولكن اليوم الكنيسة بتنمي هذا الإيمان، هي المركز اللي فيه المسيح بينمي إيمانه، بيلتقي مع الله وبينال النعم الكثيرة من خلال الأسرار، سماع كلمة ربنا وطلب النعم لما الإنسان بيجي بيصلي لحاله. وبعد رفع الصلاة ألقى كاهن الرعية الأب سامر مدانات كلمة هنأ فيها جلالة الملك عبد الله الثاني بمناسبة تسلمه جائزة الطريق إلى السلام، كما هنأ المطران جمال خضر بمناسبة سيامته الأسقفية. ووصف الأب مدانات حفل تدشين الكنيسة بأنه فرح تحقق بفضل العناية الإلهية وانتظره أبناء الرعية بعد سنوات من التوقف لتكون كنيستهم بيتا لهم يدخلونها بحب وسلام. وختم قائلا نشكر الله تعالى على كل ما أصبغه علينا من نعم وعطايا، كما وجه الشكر لجمعية فرسان القبر المقدس التي ساهمت في بناء الكنيسة، وشكر ابن الرعية النائب عمر النبر وكل شخص ساهم وقدم مالا وجهدا وخدمة لهذه الكنيسة. يوم أمس كان يوم الدخول المنتصر لكنيسة جبيها بفرحة الناس، فرحة كاهن الرعية الحالي الموجود، فرحتي أنا، فرحة الأب لبيب اللي كان موجود، وأيضا الأب بطرس، للأشياء اللي ثمار اللي عشناها ونمت بوجودنا وبوجود كل واحد اللي شفناها مبارح. دخلتي كانت لطيفة جدا، اللي أشوف جهود الناس وتعب الناس وخير الناس ومحبة الناس اللي قدموا خلال الفترة الماضية، شوفوا أمامنا بحضور الكنيسة جمعاء اللي ممثلة بالكاردينال وغبطة البطرق والأساقفة وجميع الكهنة والرهبان والرهبات اللي كانوا موجودين. هاي هي الكنيسة جمعاء اللي نحن كنا نحلم فيها بجبيها وتحققت يوم أمس. فمبروك لكنيسة جبيها، مبروك للبطركية اللاتينية الأورشليمية، مبروك للكنيسة الجامعة في ميلاد كنيسة جديدة وتدشين كنيسة جديدة تخدم
المؤمنين اللي حواليه. وقبل ختام القداس الذي شارك به البطريرك المتقاعد فؤاد الطوال والقائم بأعمال السفارة البابوية المونسنيور مورلالي وعدد من الكهنة وفرسان وسيدات القبر المقدس وجموع حاشدة من المؤمنين، ألقى البطريرك بيت سبت سبالة كلمة شكر فيها جمعية فرسان القبر المقدس على تبرعها لكنيسة القديس بولس الرسول في جبيعة، كما شكر أبناء الرعية وقال لهم لولا دعمكم المستمر لما كانت كنيستكم قائمة. أولا نقدم الشكر لنيافة الكاردينال فرناندو فيلوني وهو رئيس الفرسان القبر المقدس، جمعية فيها أكثر من 30,000 عضو في العالم كله، الممثلين هنا باليوتينونت والجوبرناتور والمهندس رينالدي، وبدون مساهمة الفرسان معظم الأمور الموجودة في الأردن من مشاريع البطريركية اللاتينية كان ما كانت موجودة، فنقدم الشكر لفرسان القبر المقدس لذلك. And conclude. One thing is beautiful, like it, the Knights were supported this project, but without the commitment of the local parishioners, families that are already been mentioned by the parish priest, this project wouldn't even started. طبعا مساهمة الفرسان كانت كثير مهمة، ولكن لولا مساهمة أهل البلد العائلات الموجودة هنا كان هذا المشروع حتى ما بدأ. So once again thank you. شكرا للجميع. The church is blessed. Tomorrow سيدنا جمال will start solemnly and officially his service as new bishop for Jordan tomorrow 10:30 in Sayyidat Salam. دشنت الكنيسة وغد سيبدأ سيدنا جمال خدمته الرسمية هنا كأسقف هنا في الأردن في كنيسة سيدة السلام. We have new churches, new bishops. We want to become also a new wonderful community. لنا كنائس جديدة وأسقف جديد ونريد أن نصير جماعة مسيحية جديدة وجميلة. مبروك وشكراً. وتعود فكرة تأسيس رعية اللاتين في جبيهة إلى الأب لبيب دعيبس أحد كاهنة البطريركية اللاتينية بعد تعيينه كاهنا لها عام 1988. أنا بطلع على هيك كيف الكنيسة صارت حلوة وخالصة، بعرفش لمين حكيت، مش متذكر، وأنا هون يعني أثناء التدشين بقولهم أنا اسمحوا لي أقولكم أنا حلمت بالكنيسة بناءها ضخمة كبيرة ممتازة، وحتى حلمت بالعشاء اللي عملنا اليوم. ليش؟ كان في شخصيات كبيرة، كاردينال من الفاتيكان، فحلمت فيه، وقد ما الفكرة كانت مسيطرة علي كتير، بناء الكنيسة وشغل الكنيسة كان مسيطر على مخي كتير، لدرجة كانت ترجع لي بالحلم أحلم بالكنيسة، ويعني الأمور كيف كانت تمشي بالكنيسة. واليوم عملنا التدشين كان كتير حلو، أنا انبسطت كتير. ليش؟ التعب اللي حطيته أنا واللي حطوه زملاء الكهنة أبونا طارق وأبونا بطرس وأبونا سامر، هالجهد يعني صح، الخوري بتغير، المطران بتغير، البطرك بتغير، البابا بتغير، بس الرسالة بتكمل، ما بتوقف الرسالة، بتضل ماشية. فأنا اليوم شفت الوضع كتير كنت مبسوط وكتير كنت مرتاح، وراجع الضفة بنفسية كتير حلوة. يعني بدي أقول لك أبونا يعطيك العافية، واللي سردته هلأ يعني أنا شاكرة إنك مشاركتك بهالخبرة الحلوة، وأكيد في تفاصيل أكثر من حكات، أكيد اختصرت عشان الوقت كتير لكن من هذا الشيء بتحس إنه هذا عمل ربنا. يعني كانت ربنا. نعم عمل ربنا ونعمة ربنا، ودائما بقول اللي ربنا فيه على العمل والروح روحانيتك وصلاتك وصلوات أبائنا اللي كانوا موجودين هون بالكنيسة اللي استلموا كمان محل لك.
آمنوا في هذه الرسالة وآمنوا في هذه الحاجة وصلوا من أجلها، وربنا طبعا إلا يستجيب لصلواتكم. فيعطيكم العافية يا أبونا، وتضلوا نيالي لبي ابن بيوت الله. الله يسعدك. اللي بثت حفلة التدشين ما قصرتوا كمان. وقد كان يقطن في جبهة عام 1980 قرابة 200 عائلة مسيحية، أخذت أعدادها بالتزايد مع تأسيس مدرسة الرعية في عام 1993. أما اليوم فثمة 1200 عائلة تتبع الكنيسة اللاتينية في جبهة، وتخدم كنيسة القديس بولس الرسول الجزء الشمالي من محافظة عمان، والتي تحوي قرابة 12 ألف مسيحي ومسيحية. ويذكر أن الكنيسة الجديدة التي تعتبر من أكبر كنائس الرعاية الأبرشية تسع قرابة 1000 شخص، وهي مجهزة بقاعة كبيرة وعدد من المرافق الأخرى، الأمر الذي يسمح لأبناء الرعية بالاحتفال بالأعياد الليتورجية والمشاركة بنشاطات الرعية بطريقة ملائمة. تصادف يوم الأربعاء المقبل الذكرى 76 لاستقلال المملكة، حيث يستذكر الأردنيون هذه المناسبة التي أرست دعائم الدولة الأردنية الحديثة عبر مسيرة مفعمة بالعمل الجاد والكفاح الموصول للشعب الأردني وقيادته الهاشمية الرشيدة. واحتفاء بهذه المناسبة المجيدة، ستنطلق يوم الأربعاء القادم في جميع محافظات المملكة أنشطة وفعاليات متنوعة تستمر لثلاثة أيام، حيث تشمل استعراضات فنية ووطنية وعروضا جوية تؤديها طائرات فريق الصقور الملكية، إضافة إلى عروض فلكلورية ومسرحية وفقرات ترفيهية للأطفال واستعراضات بالألعاب النارية في جميع محافظات المملكة. وبهذه الذكرى الغالية يتقدم مكتب فضائيات نورسات في الأراضي المقدسة الأردن وفلسطين ممثلا بمديرته الدكتورة باسمة السمعان وفريق العمل بأسمى آيات التهاني والتبريك لجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين وولي عهده سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني وعموم الأسرة الأردنية الواحدة، راجين الله أن يديم على بلدنا نعمة الأمن والسلام والاستقرار، وأن يحقق لشعبنا الأردني التقدم والازدهار، وكل عام والجميع بألف خير. استقبلت هيئة تنشيط السياحة وفداً من كبار رجال الدين من الكنيسة اليونانية للاطلاع على المواقع الدينية المسيحية في المملكة. وقد أعرب وزير السياحة والأثار نايف الفايز عن تقديره لزيارة الوفد وحسن اختيارهم للمملكة كوجهة سياحية دينية، وذلك لما تسخر به من مواقع سياحية ودينية تعتبر نقطة جذب للسياحة في الأردن. وقال الوزير الفايز إنه من المتوقع ومن خلال الاستثمار المشترك في التسويق السياحي للمواقع الدينية في المملكة مع كبار رجال الدين المسيحيين في أوروبا أن يزيد حجم أعداد السياح بشكل عام للمملكة. الطريق إلى السلام، الجائزة والنهج، عنوان حلقة جديدة من برنامج عين على المشرق الذي يقدمه الأب نبيل الحداد على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وعلى فضائية نورسات، حيث استضاف البرنامج سيادة المطران خريستوفورس مطران الأردن للروم الأرثوذكس الذي أشاد من جهته بجهود جلالة الملك عبد الله الثاني ودوره في تعزيز الحوار والوئام بين الأديان. ولأجل ذلك منحت مؤسسة تابعة لبعثة الفاتيكان في الأمم المتحدة جلالته جائزة الطريق إلى السلام. وتركز الحديث خلال اللقاء عن معنى هذا التكريم والرسالة العميقة التي يحملها جلالة الملك في هذا الزمن الصعب. جئنا في هذا المساء نحتفي بالمحتفى به. نعم. نيويورك تصر مجددا من جديد أن تكرم جلالة الملك، وكما قلنا في المقدمة لم تكن مفاجئة لنا أن يحصل جلالة الملك على هذا التكريم في نيويورك. ميزة هذه الجائزة أنها جاءت من مؤسسة الطريق إلى السلام، وهذه المؤسسة مرتبطة بالكنيسة الكاثوليكية بالفاتيكان، وأن تأتي الكنيسة الكاثوليكية وتكرم جلالة الملك هذا له معنى. كيف تقرؤون أهمية هذا التكريم كرئيس أساقفة، كرئيس كنيسة، وكأسقف كراعي منخرط في العمل الإنساني والروحي مع الوطني؟ أبونا الحبيب،
أهمية هذا الحدث اللي تفضلت فيه هو أنه جلالة سيدنا الملك بيحمل رسالة عميقة في زمن صعب اللي فيه كتير من الأمور عمالها بتنهار حوالينا، قيم، مبادئ، قدوة. فقديش مهم أنه رسالة الأردن ورسالة جلالة الملك في هذا الزمن أنه الكنيسة أن تقدرها، وأنه الكنيسة تقدر أنها تشوفها بكل أبعادها، أبعادها الوطنية، الحضارية والثقافية والروحية. كتير مهم أنه كل هاي العناصر اللي مترابطة مع بعضها البعض في جذورنا بهاي البلاد المقدسة بامتدادها الحضاري، الثقافي، الروحي، الوطني، العروبي، انه نقدر نجسدها في مؤسساتنا الكنسية، وبالتالي تقدر الكنيسة انها ترسل رسائلها للعالم بأكمله، انه الكنيسة تطوب العمل المبارك لانه الله يباركه، وما يبارك الله هو فقط اللي بدوم، لانه اي شيء بدون الله اللي مش موجود فيه الله ما له ولا قيمة حقيقية، وبالتالي يتلاشى بيختفي، لانه ما له وجود، كل شيء بيكون موجود مع ربنا. وطريق جلالة سيدنا او بالاحرى الهاشميين بالمراحل اللي نحن اختبرناها وعشناها، لانه نحن ما بنتكلم ببعد نظري ولا بنتكلم ببعد انه نحن بدنا نتكلم عن اشخاص، ولكن نحن بنتكلم عن شيء اللي نحن بنتلمسه يوميا، وبنعكس على مواطنتنا، بنعكس على حياتنا، على عيشنا، وبنعكس على طريقة تفكيرنا ورؤيتنا للمستقبل، لوين نحن رايحين. فنحن عمالنا بنشوف في جلالة سيدنا كل هاي القيم عمالها تجسد في نهج من أجل المواطنة، نهج من أجل حمل هاي القيم الروحية، نهج من أجل ترسيخها في مؤسسات الوطن، ومن أجل أنه الإنسان يتبناها، يعيش بموجبها. فهذا كله حقيقة يعني شيء جميل، وبفتكر له رسائل عديدة لكثير من الدول ولكثير من المؤسسات العالمية، أنه نهتم بروح السلام الآتي من فوق من لدن الله، وأنه ونجسد هذا السلام بحياتنا وفي قلوبنا أول حتى ينعكس على بيوتنا وعلى مجتمعاتنا، ونقدر أنه نقدر نميز ما بين الشيء الحقيقة منير والصالح من الأشياء الكتيرة اللي فيه لها ضوء أو تلمع، ولكنها في مكنونها مش ما في نقاء ولا في أصالة. رعى سيادة المطران ويليام الشوملي النائب البطريركي للاتين في القدس حفل إطلاق مسابقة الطالب المبدع التي نظمتها مدارس البطريركية في رام الله بحضور الطلبة المتسابقين وأولياء أمورهم. وتهدف هذه المسابقة إلى إبراز الطاقات والمواهب والقدرات المميزة لدى طلبة المدارس المسيحية في فلسطين، والتي تعزز روح المنافسة والإبداع بين المشاركين، وتسهم كذلك بصقل شخصية الطلبة علميا وفنيا وتربويا. وبعد أن رحب المدير العام الأب الدكتور يعقوب الرفيدي بالحضور، ألقى المطران الشوملي كلمة أشار فيها إلى أن مثل هذه النشاطات تنمي لدى الطلبة العقل والعاطفة والخيال والذكاء والثقة بالذات. وشملت المسابقة الغناء والعزف والرسم والفلكلور وكتابة الخاطرة. شارك غبطة البطريرك بير باتيستا باتسابالا بصلاة غروب وقداس أقامته كلية تيرا سانتا ببيت لحم بمناسبة استضافتها لمجموعة من الشبيبات القادمات من فرنسا، والتي قدمت إلى المدينة للمشاركة بلقاءات روحية وصلوات إيمانية. المزيد في رسالة مندوبتنا في الأراضي المقدسة مارلين الحدوي. في جو مفعم بالإيمان استضافت كلية تيرا سانتا في بيت لحم جماعة تيزي القادمة من فرنسا
برفقة مجموعات من الشبيبات في الأبرشيات المختلفة، حيث أقيمت صلاة بمشاركة غبطة البطريرك بيير باتيستا باتساب الله ومطران الأرمن، وبرفقة أباء ورهبات ومجموعة كبيرة من الشبيبة بأجواء روحانية موحدة. تضمن اللقاء تراتيل وتأملات وصلاة وقراءات وطلبات تحوي في طياتها رسالة سلام ومحبة، وعنوانها نسير معا نحو ينابيع الرجاء. نحن بهذا اللقاء استكمالا للأسبوع يلي بلشناه مع اللقاء المسكوني للكنائس المسيحية كافة، في عنا حوالي 300 شاب وصبية يلي أجوا من كل أوروبا ومن بعض الدول الموجودة في أمريكا الجنوبية وفي إفريقيا، أجوا على الأرض المقدسة، أجوا على فلسطين على موطن يسوع لحتى يعيشوا خبرة حياة تزيه جماعة المسكونية تزيه في هذا المكان بالتحديد، في الأرض يلي جسد فيها السيد المسيح، عاش ولد وانصلب ومات وقام من بين الأموات. شبيبة فلسطين استقبلت وحضرت لأشهر كثيرة هذا اللقاء، وكانت بيوتها مفتوحة وعائلاتها لتستقبل شبيبة أوروبا اللي جاي تصلي معنا، فإحنا سعيدين جدا بهاللقاء اللي هو محور الصلاة كلمة الله بالإنجيل، وأيضا التعمق بالقيم المسيحية اللي بتركز على الحب السلام طمأنينة العيش بالروح، وكمان لحتى نشوف فسيفساء الكنيسة، لأنه إحنا من كل الكنائس اللي موجودة بالعالم عم نصلي مع بعض، وهالبستان الزهر تبع الكنيسة بيعطي رائحة المسيح الطيبة اللي إحنا منحاول نشهد فيها بقلب العالم. كما وقدمت الصلاة من أجل روح الشهيدة الصحفية شيرين أبو عقلة، حيث قامت الشبيبة بوضع صورها في المكان تقديرا لروحها الطاهرة. ومن الجدير بالذكر أن جماعة تيزي في فرنسا تأسست عام 1940 من قبل الأخ روجيه، وهي جماعة مسكونية تضم أكثر من 100 أخ من الكنيسة الكاثوليكية ومن عدة كنائس ينتمون إلى 25 جنسية، حيث تذهب الشبيبة إليهم للمشاركة بلقاءات أسبوعية للصلاة، وذلك لاكتشاف كيفية عيشهم للإنجيل في حياتهم اليومية. أنا موجود بهذا التجمع الجميل لمجموعة تيزي المعروفة على مستوى دولي، وجوهر هذه اللقاءات هو أنه الناس اللي بتيجي تشارك بصلاة تيزي تتعود على الحياة الداخلية، على حياة الصلاة، وهذا اللي عم بيصير الليلة بتجمعهم في بيت لحم. كل ليلة في عندهم بنهاية اللقاء صلاة لمدة ساعة ونص تتكون من تراتيل وقراءات وأدعية، ومبسوطين اليوم نكون معهم في بيت لحم مدينة الميلاد. للنورسات مارلين الحدوة من ملعب كلية تيرسانتا بيت لحم. أعلنت وزارة الثقافة أن مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته 36 سينطلق في 28 من شهر تموز المقبل ليستمر 9 أيام. وقالت وزيرة الثقافة هيفاء النجار إن رسالة المهرجان للعام الحالي ستكون أملاً وفرحاً وعملاً وعطاء، مشيرة إلى أنه سيقام جزء من البرنامج الثقافي في محافظات المملكة، وستكون جميع مساحات الموقع الأثري مساحات حية تقام بها فعاليات فلكلورية وشعبية وفقرات لفنانين أردنيين. وأوضحت النجار أن المهرجان القادم سيضم برامج ثقافية متنوعة لبث روح الفرح، خاصة بعد عامين من جائحة فيروس كورونا والتي فرضت قيودا على العالم. خلال زيارته للقاهرة للمشاركة بأعمال الجمعية العامة لمجلس كنائس الشرق الأوسط، التقى غبطة البطريرك رفائيل ساكو بطريرك الكلداني والوفد المرافق فضيلة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب في مقره بالأزهر، وأشاد غبطته خلال اللقاء بمواقف فضيلته المنفتحة على الجميع، مشددا على أهمية انتهاج الخط المعتدل في التعليم والخطاب الديني، وقال: نحن كلنا أخوة في الإنسانية والوطن حسب وثيقة أبو ظبي التي وقعها سماحته مع قداسة البابا فرانسيس، والتي تعتبر خارطة طريق في الاحترام المتبادل وترسيخ العيش المشترك. من جانبه أكد فضيلة شيخ الأزهر بأن لا خلاص إلا بالاعتدال والوسطية واحترام الآخر، لافتا إلى أن المتطرفين لا يمثلون الإسلام ولا المسيحية، وأن العلاقة الأخوية الصادقة هي وحدها تعزز القرابة بيننا.
وفي الختام وجه البطريرك ساكو الدعوة لشيخ الأزهر لزيارة العراق. قدم برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان حلقة جديدة بعنوان الدينونة الأبدية، معانيها وأبعادها، وكيف يحاسبنا الله في الآخرة عن إيماننا أم أفعالنا أم كلا الاثنين معا. وقد استضاف البرنامج المونسنيور الدكتور حنا كلداني النائب البطريركي لشؤون الإكليروس الذي فند في حديثه تعليم الكنيسة بهذا الخصوص، كما تطرق إلى موضوع هام وهو الشهادة ومفهومها في الكنيسة وكذلك مفهومها الوطني والفرق بينهما. فإلى هناك، لما بنحكي عن الدينونة بنحكي عن الملكوت الأبدي، بنحكي عن اليوم الأبدي أو كما ذكر يوم الرب. في كثير من التعابير اللي جاءت في الكتاب المقدس عن موضوع أو تسمية الدينونة، يوم الرب ويوم الدينونة والآخرة وذلك اليوم الذي إلى آخره. فبس تعرفنا في هذه الحلقة عن الدينونة والملكوت وما معناه في المسيحية. قبل ما نتكلم عن الدينونة العامة، نعم، أو دينونة الإنسان، تنقرب الفكرة لأن المشاهدين لإلي ولإلهم. الدينونة بمعنى المحاسبة والمسائلة، نعم، هي جزء من حياتك اليومية، نعم، وأنت على الأرض في نوع من الدينونة والمحاسبة مرافقة لأعمالك وإنجازاتك، نعم. إن كنت موظف شركة، موظف حكومة، إن كنت في أي مسؤولية، أنت مسؤول مرؤوس ولك ناس يرأسك، نعم. فالإنسان حتى على المستوى السياسي، نعم، في انتخابات في لبنان، نعم، فيها في مسائلة من البرلمان للحكومة وهلوم جرة، نعم. فالمسائلة بمعنى المسائلة والمتابعة واردة في الحياة اليومية، نعم. والمسائلة هي اللي بتصير في حياتنا اليومية حتى نفهم الدينونة الأخيرة، نعم. هي ليست مفاجأة، مش حكم بيجي عليك مفاجئ يعني يحكم عليك كذا أو تصنف كذا في عملك أو في مسؤولياتك. المساءلة أو المحاسبة في الحياة اليومية هي نتيجة تراكمات أعمالك ومواقفك، وتظهر وتؤطر ويقال فلان أجاد أو لم يجد العمل، نجح أو لم ينجح، وفي تقييم، وهذا موجود في الحياة اليومية. فالدينونة الأخيرة هي بين يدي الرب، وهناك اتفاق في كل الأديان إنه السيد المسيح هو دين العالمين، نعم، والذي يدين العالم هو رب العالم، نعم. في المسيحية في فكرة واضحة من خلال الكتاب المقدس ومرجعنا للكتاب المقدس عن الدينونة، وهي الدينونة بين يدي الرب هو كامل الرحمة وكامل الحق والحقيقة، نعم. أبونا في كتير يعني بتوارد لإلنا، وفي كتير من الكهنة بتركز على الأفعال وأنه لازم على الإنسان أن يكون الأفعال، والأفعال هي التي تدخلنا الملكوت. موضوع الأفعال وموضوع الإيمان، يعني بين الأفعال والإيمان، في ناس بتعمل أفعال صالحة لكن ما في إيمان عميق، وفي ناس يعني إيمان عميق لكن ما في أفعال. لكن موضوع الأعمال والإيمان ماذا يعني، شو نسبة تناسب هذا الربط إذا بدك تحطهم في ميزان؟ يعني الأفعال والإيمان بدك تحطهم توازنهم، يعني ما هي الشريحة الأكبر اللي بدها تأخذ الوزن الأكبر للحياة الأبدية؟ في الواقع الأعمال الإيمان والأفعال هم وجهي عملة واحدة، هم حقيقة واحدة، والأعمال هي المظهر الخارجي للإيمان، نعم. فالقضية هي قضية الإيمان، والإيمان هو يمر في ثلاث مراحل، نعم. بعطيك مثل بسيط، نعم. انت احنا هلا موجودين بالاستوديو، نعم، بناء على طلب منك قبل ايام تواصلتي، نعم، معي، فمريت في مراحل حتى اصل لعندك، مريت، نعم، في مراحل. اول شيء المرحله الاولى هي مرحله التصديق العقلي، نعم، القبول العقلي. المرحله الثانيه هي الرغبه القلبيه او العاطفيه او الموافقه او السرور بهذا هذه المقابله وهذا اللقاء، نعم، مع إخواننا وأهلنا مشاهدين نورسات. المرحلة الثالثة إني جيت مشيت في السيارة وجيت لعندك وجلسنا في الاستوديو، فوصولي لمرحلة العمل، نعم، سبقها تحضير يعني. تحضير ذهني عقلي وتحضير قلبي نفسي عاطفي. نقدر نقسم هاي المراحل. الإيمان هو تصديق بالعقل
المرحلة الأولى ولكنه لا يكفي. الشياطين تؤمن يقول ماري ياكوب تؤمن بمعنى عند التصديق العقلي بتعرف أن الله موجود. المرحلة الثانية هي عمل بالقلب بالجنان بالعاطفة بالموقف الإنساني الموقف الروحي. والمرحلة الثالثة هي مرحلة العمل. فالعمل لا ينفصل، كل عمل بتقوم فيه أي عمل بتقوم فيه هو يتسبق مراحل عاطفية وعقلية ذهنية. بعطيك مثل بسيط بالإنجيل، قصة الابن الضال في إنجيل لوقا فصل 15. المرحلة الأولى هي مرحلة عقلية، فرجع إلى نفسه وقال، بتكلم مع نفسه، هاي المرحلة إيه؟ الذهنية. كم أجير لأبي يفضل عنه الخبز وأنا أهلي هنا جوعا. هاي مرحلة عقلية، فحص الضمير، المعاناة الروحية. دخل سأقوم وأمضي إلى أبي وأقول له. انتقل إلى ثقة بأبي أنه يذهب إليه ويستغفر إليه ويتوب إليه. فهنا العودة إلى الآب، هاي المرحلة العاطفية أو المرحلة القلبية نسميها. وحذر ما يجب أن نقول: يا أبتي إني خطئت إلى السماء وإليك. ولست أهلا لأن أدعى، حذر أحد أجرائك إلى آخره. فالمرحلة الأخيرة هي مرحلة العمل. قام ومضى إلى أبيه، قام بالعمل، ولكن هذا قبل ما يكون في العمل شو سبقه؟ مراحل. وكان لم يزل بعيدا فرآه أبوه فتحركت أحشاؤه أسرع لي فألقى بنفسه عليه وقبله طويلا. فالله استقبله، الله الآب هو يمثل الآب السماوي، أقام العدل والرحمة. كيف جمع معهم؟ الله القادر، الله المخلص، الله المحب للبشر. فإذا هاي المراحل الثلاثة العمل جزء منها، ولا يمكن فصل العمل عن النية بالعقل والنية بالقلب. هي مراحل متلاحقة متكاملة. والإنسان يخلص بالإيمان، بالإيمان يخلص، والمخلص يسوع المسيح بالنسبة لنا. ولكن هذا الخلاص بيسوع المسيح والخلاص بالإيمان يشمل هذه المراحل الثلاثة. هلأ في ناس، في أشخاص بكون مؤمن، عارف العقيدة، عارف الإيمان، تربى في بيت الإيمان المسيحي، بيعرف أنه عمله مرتبط بإيمانه وبرتبط بموقفه العقلي موقفه القلبي. هلأ بجزء ما تفضلت في ناس بيعمل أعمال صالحة بس ما عنده الإيمان بالمعنى هاي. هذا مترك ذلك إلى رحمة الله وإلى محبة الله. ولكن لا يمكن فصل الإيمان عن العمل. وهذا ما يقوله مار يعقوب، لأن الدينونة لا رحمة فيها. ماذا ينفع يا إخوتي أن يقول أحد إنه يؤمن، هاي المرحلة العقلية، إن لم يعمل، هاي المرحلة الثالثة. أبوس الإيمان أن يخلصوا الإيمان بمعنى الإيمان العقلي. فإن كان لك فيكم أخ عريان أو أخت عريانة انقسم قوت يومهما، وقال أحد اذهبا فاستدفئا، هذا لا يكفي، يجب أن نعطيهم ما يسد حاجتهم، هذا العمل. فهذا كله عملية متكاملة. أبونا نختم في النهاية، لما نحكي عن النظرة للملكوت والإنسان، على ماذا هلأ تعطينا هيك مثلا كلمة روحية تعطيها للناس تطمنهم، ما يفكروا إنه كلهم رايحين النار على أعمال الإنسان المربوط في إيمانه مع أعماله، وربط الفكرة إنه الرب رحوم رؤوف محب، يعني مش راح يحط الكل يسلخهم في نار جهنم. لا، شوفي، أول شيء لما سألوا سيدنا يسوع المسيح عن الملكوت، قال لهم ملكوت الله قريب منكم. وبالنسبة لنا الملكوت هو يسوع المسيح. أن تكون مع الله. وفي بيت أبي منازل كثيرة. وأنا ذاهب لأعد لكم مقاما. لم يقل مكانا. مقاما. والمقام هو مكانة. المكانة هي موقع روحي. اثنين. يقول جبران خليل جبران. كاتب المهجري. يقول من لا يبدأ الملكوت في حياته الدنيا لن يراه بعد الموت. حلو. نحن نعيش ملكوتنا بدءا من اليوم. بدءا من اليوم، من 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 ما أن يدخل الطفل الكنيسة بعد ولادته للعماد، هو يدخل يبدأ الملكوت. وينمو في الملكوت يدا بيد مع الكنيسة، مع الرب يسوع، مع الأم البتول، مع القديسين. يعيش في هذا الجو الإيماني اللي فيه إيمان وفيه عواطف وفيه صلاة وفيه ترنيم وفيه أعمال
في لوترجية وفي صلاة ذهنية وفي تأمل بالكتاب، بعيش هذا الملكوت. ومن هذا الملكوت الأرضي اللي بنعيش فيه في المعاناة والألم والفرح أيضا، نعم، ننتقل إلى ملكوت الرب بعد الموت. السلام. وعندما يموت إنسان ونضع له نعي في الجريدة أو على الفيسبوك، نعم، نقول انتقل فلان إلى رحمته تعالى. تعالى. انتقل إلى رحمته تعالى. نعم. طيب دخل قبل ما ينتقل لرحمته تعالى وين كان عايش؟ الله كان الله. أيضا عايش في رحمته تعالى. نعم. في الجسد. في الجسد، نعم. يقول لك انتقل إلى رحمته تعالى. نعم. قبل ما ينتقل وين كان يعني؟ نعم. رحمة ربنا على الأرض. كان يلعب كرة مع مع ميسي يعني. كان في الملكوت. كان في الملكوت. بس كان في الملكوت. بالجسد. بالجسد. وانتقل. وعاش هذا الملكوت كمسيحي في حضن الكنيسة. نعم. وينتقل إلى ويكمل هذا الملكوت بأبهى صوره. وهناك المسيح ينتظره. بكل طوبة الودعاء فإنهم يرثون الأرض. طوبة للرحماء فإنهم يرحمون. آية من قديش كلمة؟ كلمة كلمتين ثلاثة أربعة. الكلمتين الأولى عن الأرض. طوبة للرحماء هنا فاصلة هي لحظة الموت فإنهم يرحمون. وعندنا إنجيل القديس متى لما بقول لك عن الدينون النهائية. نعم. كنت جوعانا فأطعمتموني، عريانا فكسوتموني. نعم. أي الأعمال والإيمان. الإيمان واحد. نعم. فنحن ننتقل من ملكوت الكنيسة المجاهدة. نعم. الكنيسة المتألمة، الكنيسة هون على الأرض، ننتقل إلى أورشليم السماوية. نعم. حيث مسكن الله والناس. نعم. فأنت لما تروح لمسكن الله والناس أنت بدأت. نعم. هذا الانتقال وانت عايش على الأرض. نعم. والله ينتظرك ويقول في سفر الرؤيا يمسح كل دمعة من عيني. فالله هو إله حنان وإله رحمة. نعم. آمين. فلا تخافوا، فلا تخافوا، بل انظروا إلى الملكوت بابتسامة من الرب يسوع. إلى هنا مشاهدينا وصلنا إلى نهاية نشرتنا، وقبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. المطران جمال خضر يتسلم مهامه الروحية والقانونية نائباً بطريركياً للاتين في الأردن. رعية اللاتين تحتفل بتدشين كنيسة القديس بولس الرسول في جبيها. الأردنيون يحيون الأربعاء المقبل الذكرى 76 لعيد استقلالهم. الأردن يستضيف وفداً من كبار رجال الدين في اليونان. للمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني www.nursadjo.org. بهذا وصلنا أعزائنا إلى ختام نشرتنا، حتى نلقاكم، طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.